بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم التواصل يستمر ولازال هذا الحضور الجميل عن طلقات أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى دائما التوفيق والناموس لهذه الشعارات الجميلة الحاضرة، شعارات البطولية، شعارات الرموز. ما شاء الله تبارك الرحمن، من تحضر هنا في هذه البروفا بنقول التي تسبق الختاميات والكثير والكثير من المفاجآت. ما شاء الله هناك بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. اذهب إلى المركز الأول، اذهب إلى ضبة في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم أحد شباب أحمد بن عبد الله بل هلي راهية تأتيها ثانيا. سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث الشاهنية هجنة شبه سالم سعيد في التضمير. رابعا هناك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مضمر الشرود راشد بن سعيد بن غافرية، وفي المركز الخامس اللي وصلتنا هجر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والهبيبة سادسا. أيضا ما شاء الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثامن والسابع عفوا هناك اللي هي الغزية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وجمال بن راشد بالشاوي الغفلي حاضر وثامن المراكز. أيضا من أتت وحلت هنا جبارة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وأيضا سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن هناك اللي هي غارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أحمد بن عبد الله بالهلي، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله الشاهنية ولا نجمة في عاشر المراكز. أيضا شعار عالي حاضر مع نجمة اسمه الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم والمبدع ما شاء الله محمد بن عبد الله بالدبيلة. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، هكذا كان العد الأول للمراكز العشر. دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. نتمنى في هذه الرحلة التوفيق والناموس للمشاركين ما شاء الله هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة. ثاني أشواطنا خصص للإبكار المهجنات، نتمنى إن شاء الله التوفيق. يا سلام يا الشاهينية، إبداعات الشاهينية حضورها المميز متابعتها في كل صغيرة وكبيرة بين المتر والآخر. هجنة الشبه سالم سعيد ضبة تأتي في المركز الثاني وتعود ملكية ضبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا هناك احمد بن عبد الله بالهلي المركز الثالث نشوانه ثالث المراكز ما شاء الله، وتعود ملكيه نشوانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. رابعا الشرود ايضا بنفس المالك نفس المضمر راشد بن سعيد بالغافريه، وفي المركز الخامس اتتنا الغزير سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم جمال بن راشد بالشاوي الغفلي، وسادس المراكز هناك اللي في المركز السادس ما شاء الله بنقول اللي في المركز السادس اللي هي الهبيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع أيضا أتتنا جبارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وهناك سعيد بن عبيد الحميري. وصلت نجمة تقتنص ثامن المراكز ما شاء الله، مركز متقدم. يتمنى التوفيق يا أبو عبد الله، يلا إلى الأمام إلى الأمام مع نجمة هناك سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة، وفي المركز التاسع أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر راهي سعيد بن عبيد الحميري، وعاشر المراكز الشاهنية سمو الشيخ حشر بن محمد بن ثاني بن يمعة المكتوم، وهناك بالصقعة مع التضمير مع الأداء المميز. هكذا كانت هي نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله المراكز دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء تمام. ولكن المركز الأول هجنة الدشبة ما شاء الله تبارك الرحمن اللي غيرت على المركز الأول اللي سيطرت على مقدمة هذا الشوط، ولكن ضبا 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 إلى المركز، ضبا إلى الناموس، ضبا إلى الانتصار. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، قلت لكم أحد أبطالنا أحد خبرانا سيد أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، النقلة على نشوانه هناك اللي غيرت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بن غافرية، ولكن الشاهنية أراها تجاوز من الجانب الآخر هجن ند الشباب سالم سعيد في التضمير، وهناك أيضا
اللي وصلت ما شاء الله الشاهنية سمو الشيخ عشر بن محمد بن ثاني بن يمع المكتوب وحمد بن سعيد بالصقعة. هكذا كانت هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان عنوان الناموس ودليل الانتصار مع الشاهنية. الله الله يهجن الدشبة، الله يا هذا الابداع الجميل، هذا الابداع المميز اللي تقدمه جنة الشبا، اللي تقدمه جنة الشبا دائما في المركز الاول، دائما نستمتع معه سواء في هذا الميدان او في اي ميدان، دائما الاول عنوانها ولا فلا، دائما المركز الاول عنوانها ولا فلا. الله سلام الى ند الشبا، سلام الى ند الشبا ومن سكنها، سلام الى مقرها الرئيسي، والتهاني دائما موصولة للداعم الرئيسي لهذه الرياضة ولهذا الشعر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. حفظك الله ورعاك يا ابو راشد، مهتم دائما في هذه الرياضة العربية الاصيلة. المركز الثاني نجمه سمو الشيخ محمد بن راشد، محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث لسمو الشيخ حشر بن محمد المشتوم، وفي المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هجن الند الشبا خامسا، 6 دقائق توقيتنا يا سعيد، 10:15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.